اهلا بكم. احنا كلنا بنتفرج على افلام رعب، انا من محبي افلام الرعب، وانتوا تخيلوا ان انتوا بتتفرجوا على فيلم رعب. فيلم الرعب اللي ممكن ما يسهركش الليل ويبقى مزعج جدا بالنسبه لك، هيعمل لك رعب كم مره في 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 في, في خلال ساعتين مثلا، مرتين، ثلاثه، عشرة. انت حتى لما لا قدر الله في ليله نمت في بيت واتقال لك قبل ما تنام في البيت ده، رحت مكان، اتعزمت في مكان، قال لك البيت ده مسكون يا عم، ده فيه عفاريت، تمام، هتترعب. بس اللي انا هحكيه لكم ده واحد اترعب 100 مره في ليله، ومش في ليله واحده، ما اعتقدش، في اكتر من ليله. قصه مهمه جدا لكيدريك باريت. كيدريك باريت ده سائق عنده 46 سنه، عايش في اتلانتا في الولايات المتحده الامريكيه، عنده توقف تنفس كل ليلة بيصل إلى حوالي، هو على حد تعبيره 100 مرة، رقم كبير جدا، هو مش قادر يتنفس 100 مرة في الليلة. كيدريك طبعا واضح من الوزن إن هو حاجة عظيمة جدا جدا. قال في يوم، أنا في يوم تنفسي توقف كتير جدا على حد تعبيره، وصل عدم. أشوف، بص بقى الفرق، فرق في اللبس. هو قاعد بيوريك بقى، يتصور بقى، الامريكان بقى لطاف قوي، يحبوا يتصوروا قوي قبل وبعد ما خسوا، ويوريك ازاي كان بيلبس البنطلون عامل ازاي، دلوقتي البنطلون عامل ازاي. فالرعب اللي حسه كان كبير جدا. التنفس اثناء انقطاع التنفس اثناء النوم ده كان بالنسبه له زي مسلسل رعب، بس مش مسلسل رعب عادي يا جماعه، ده اقصى انواع الرعب. انت لو بتتفرج على فيلم رعب وفي الفيلم مثلا في تمساح بيحاول ياكل بني ادم، ماشي، تمساح بيحاول ياكل بني ادم، بيحاول ياكله مره، بتبعد انت، تمساح بعد خلاص، الميه بعيد عنك، تبدا تاخد نفسك شويه وتبص بقى للتمساح كده، في فيلم انا شفته كان كده، فهديت شويه وهاجمك مره تانية بعديها بربع ساعه، فبرضه خفت شويه، وبعدين اديته طعمه كده وقتلت تمساح، طلع لك تمساح تاني بعديها، في فيلم كده. كم الرعب اللي انت شفته ولا يقارن بانك انت تشوف الموت 100 مره في اليوم، 100 مره في الليله بسبب توقف تنفس، ده بيعمله السمنه. تعالوا النهارده نفهم هذا الكلام مع ضيف العزيز، القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع، الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على التصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه الاس ار سي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي بقى، المريض بيجي يقول لك انا بعيش حياه ليله مرعبه. في البداية اسمح لي ان انا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. انقطاع النفس اثناء النوم من ضمن الحاجات اللي هي مشهورة جدا في مرضى السمنة المفرطة. يعني يمكن كنت حكيت لحضرتك قبل كده انه بيجيبوا الناس بالاسعاف من اماكن بعيدة، بيتزنقوا فيها للمستشفيات، بيقعدوا بالشهور. حكيت لي على قصة واحد انت جابوه من الساحل الشمالي باسعاف، هو عنده مشكلة في النفس اثناء النوم. المرة دي بقى يعني كانت الحالة سائت اكتر، وجيب عربية اسعاف لمستشفى وادي النيل، وقعد شهر قبل العملية عشان ينزل وزنه. والحقيقة كان هو متردد للعملية بقاله سنين، لانه خايف من قطاع النفس ده، ان هو يجري تخدير في حالته، يعني اللي تعتبر يعني حالة متقدمة من انقطاع النفس اثناء النوم، لدرجة انه في بعض الناس بتوصلهم الى فشل في التنفس في بعض الناس. واجرى العملية بعد تحضير شهر كامل، وقعد اسبوع في المستشفى، وبعد كده خرج. خلال يعني ايام بسيطة ما بعد اجراء العملية، النفس اتحسن جدا واموره اتحسنت جدا. فمرضى السمنة المفرطة اللي عندهم انقطاع في النفس اثناء النوم ليس له علاج الا انقاص الوزن. هتعمل له ايه؟ ما هو الحلق مليان دهون، لازم تنزل وزنك، مظبوط؟ زي مرضى تدهن في الكبد، الانزيمات عاليه وعندهم سمنه مفرطه، لازم تنزل وزنك. فانقطاع النفس اثناء النوم دي من ضمن الحكايات اللي هي اللي كنت يعني دايما بذكرها. بنت في 11 12 سنه، مريضه سمنه مفرطه، الجبهه بتاعتها سوده. الجبهه سوده، هي بقالها ليه بقى الجبهه سوده؟ بقالها سنين قاعده ما بتعرفش تنام على ظهرها، هي بتنام على ديسك طول الليل، نايم على ديسك من كتر ما ما اعرفش بقى، بتنام على ترابيزه، بتنام على ايه، على مكتب. بس هي الفكره ان هي الخشب عامل من كتر ما هي قاعده طول الوقت على، فالجبهه بتاعتها لونها اسود من كتر ما هي
ما بتعرفش تنام على ظهرها، وده حاجة مشهورة جدا في الناس اللي هم مرضى السمن المفرطة. ده يعني احنا طبعا بسبوت لايت على انقطاع نفس اثناء النوم. حاجه بقى يمكن انا اذكرها للي بتعملوا عمليات السمنه زي تكميم المعده او تحويل المسار، ما بعد انقاص الوزن اول اسبوع ما فيش خير خلاص. ما هو انقطاع نفس اثناء النوم ده بتلاقي المريض السمنه المفرطه قاعد يشخر طول الليل، لانه طبعا طول ما ينام كده ما بيعرفش ياخد نفسه، طول الليل بقى شخير وفعلا بيبقى صوته ملحوظ جدا في الاسره. اذكر يعني يمكن حد كان يعني عمل عمليه تكميم المعده على وزن 160 كيلو من 4 5 سنين، وكان معاه حد قريبه الاسبوع ده يوم الخميس كان بيعمل عمليه برضه. انا افتكرت يعني حكايته، كان ابنه كان مشكلته ان هو كان قلقان على ابوه والده يعني، فبيقول لي ان باباه بيجي بعد هو لما بيرجع من البيت بالليل صوته ما فيش صوت خالص، واحنا بنقلق عليه وايه اللي حصل ما بعد كده، ازاي احنا كان يدخل من البيت يلاقيه نايم ما فيش صوت يقوم يصحيه، بيخاف عليه لانه مش شايف الشخير اللي قبل العمليه ما بقاش موجود بعد العمليه. انت نايم صاحي عايش ولا مش عايش ما بعد العمليه بعد النفس مستريح. فانا بقول للناس اللي هي عندهم انقطاع في النفس اثناء النوم، ما بعد انقاص الوزن خلال الاسبوع الاول الدهون دي فعلا بتروح بسرعه جدا، احنا يعني اسرع مما نتخيل، النفس بتحسن اسرع مما نتوقع، النفس بتحسن، صوت شخير بيروح، النفس دخوله وخروجه بقى كويس. يكفي بمريض السمنه المفرطه المصاب بانقطاع النفس اثناء النوم ان هو بعد اسبوع واحد بيعرف ينام على ظهره، يعرف ياخد نفسه كويس جدا. طبعا ده يعني ده مش دي المرض الوحيد الملازم للسمنه المفرطه، لكن يعني يمكن احنا النهارده بنتكلم عليه أكتر. يعني دايما في كل فروع الطب دلوقتي في خناقة ما بين هل المهارة هي الأساس ولا التكنولوجيا هي الأساس. الحكاية دي في جراحات السمنة بتيجي دايما من الترويج، يعني مثلا نلاقي مركز كاتب يوجد الدباسات الأحدث الدباسة الحديثة، تمام حلو جدا ده شيء، بس ده بيدي انطباع للمرضى انه طالما الدباسة الحديثة موجودة ومثلا نوع معين من التكنولوجيا موجودة خلاص يبقى هذا هو الأفضل. حقيقة هذا الكلام لأنه قول حق أنا بعتقد يرد به باطل. طبعا ده حقيقي أنه تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة بأنواعها، إحنا طبعا الجانب الطبي إحنا كنا اتناقشنا يمكن قبل الحلقة على الجانب التقني في إجراء العمليات، الموضوع محتاج حرفية عالية جدا، محتاج خبرة عالية جدا، هاو تو مانج العيان ال 200 كيلو اللي هو طوله 150 سنتي اللي هو بطنه متكوكه دهون، انت ازاي تختار له العمليه المظبوطه، حجم الكبد ده تتعامل معاه ازاي، عايز تعمل تحويل مسار تطلع الامعاء من تحت ازاي، ايه المانوفرز اللي انت هتعملها اللي هي تسهل على المريض ساعات من اجراء العمليه. انت مريض بالحجم ده من السمنه المفرطه انت محتاج ان انت the shortest time as you can، انت محتاج وقت قصير جدا في العمليات، ما انتش محتاج تقعد تعمل حاجات ويبقى عندك مشكله انت تقنيا بتضيع العيان بالساعات، وفي الاخر العمليه اللي بتطول بيبقى فيها مشكله 100%. وبالتالي اجراء العمليه في وقت قصير ناتج عن خبره كافيه، ما وقت قصير وتكون يعني بخبره كافيه، خطوات محسوبه مدروسه في وقت قصير. انت ما بتتكلمش، الفريق الطبي ما فيش صوت اثناء العمليه، ما بتقولش للمساعد شد الشده الفلانيه او التخدير دخل جهاز البوجي بالصوره الفلانيه او الحكيمه المتعقمه اديني خيط نوعه كذا او المسافه يعني اديني الدباسه في الخطوه الفلانيه. ده تعرف حضرتك انه وقت اجراء العمليه احيانا يعني بخطوه بتبايباس خطوه وتروح لخطوه تانية انت شايف ان هي هو ده اللي مناسب للعيان، الحكيمه ممكن تراجعك فيها، تقوم مدياك الاله تقول لك يا دكتور احنا ما عملناش الخطوه الفلانيه، انا ببقى قاصد ان انا اعمل حاجه مختلفه يعني عن المعتاد مناسبه للعيان ده يعني. فتقوم الفريق التيم كله يقول لك احنا ما عملناش الخطوه رقم 12، ما هي خطوه رقم 1 بندخل بورتات، رقم 2 بنعمل دايجنوستيك لابروسكوبي، رقم 3 بندخل الدباسه بطريقه فلانيه، رقم 4 بندخل الشده دي، رقم 4 رقم 5 بنعمل الاناستموزس، رقم 6 بنعمل، فهم كل التيم تخديريا
مؤهل نفسه ان هو يشتغل بصوره فيها تناغم بدون صوت. ما هو ده بيوفر وقت، بيوفر مجهود، ما فيش ستراجلينج وانت شغال، ما انتش مضطرب، ما انتش مضغوط، انت بتشتغل بكل ارتياحيه في المريض. دكتور التخدير ما عندوش، هو عارف ان انت بتشتغل على ضغط دم كذا، عايز العيان يكون دايما طول الوقت مريح مش شادد بطنه. ما هو انت لو بتشتغل في سيتر مش بتاعك، انت بتبقى يعني انت بتروح تدي كورس مثلا في مكان ما بقاش التخدير بتاعك معاك او الاسيستنت بتاعك معاك، او بتشتغل في ليستا مثلا في مكان تاني مش مكانك، انت برضو بيبقى عندك نوع من الادرينالين بيطلع اكتر، بتقعد بقى تفهم الناس واعمل الخطوه رقم واحد رقم اثنين. فطبعا الخبره الجراحيه مطلوبه جدا جدا. الحقيقه انا بأحيي قسم السمنه في جامعه عين شمس. ليه بقى؟ لانه هذا القسم ناشط جدا وحاد جدا مع المخالفات، وبتابعه وتصادف ان كل القسم اصدقائي، فانا بتابع كل اللي بيحصل. لا ما شاء الله في نشاط وحزم، وده اللي انا عايزه. مفيش بقى بيشوفوا اي حاجه بيروحوا بقى عارف اللي هو ايه، امسك حرامي. لا بالعكس، انا يعني طبعا نشطين جدا طبيا وعلميا. انا بفخر يعني انا بنتمي لجامعه عين شمس العريقه، وخصوصا اسم جراحه السمنه المفرطه في جامعه عين شمس، جسم القسم العريق. خلينا نشوف كلام الناس بيقدم وبيأخر. تعالوا نشوف مع بعض. Well, the experience was good. It was better than I expected. I don't feel any pain. It was easy and the scars are minimal. It was just one that will be gone very soon, hopefully. Hi guys, my name is Heba. I'm from America. I came all the way to Egypt to get surgery done with Dr. Karim Selby. I came here in March 2019. I had a gastric sleeve done. If you want to get it done, come to Dr. Karim Selby. When I did my surgery, there was no complications. There's no scarring. I lost 120 pounds, which is like what, 55 kilograms. I started at 268 pounds. بيعجبني كلامها جدا، حاجه ملهمه للغايه. وبيعجبني بقى كلام الناس اللي هم عارفين دورهم المجتمعي ودورهم نفسهم ده. بس هتكلم عنهم هم، ماشي. دورهم هم مع نفسهم، دور المريض في انجاح عمليته هو ايه؟ اتباع التعليمات العاديه. انت خليك انسان طبيعي، يعني بعد العمليه لا تسرف الاسراف الشديد في ان انت تتحدى نفسك. يعني عملت عمليه تكميم زي استاذه هبه، يمكن العيله بتاعتها كلها عايشه في امريكا، وهي مولوده في امريكا. هي مصريه بس عايشه، هي مصريه بس عايشين الاسره كلها هناك. تجربه ناجحه جدا. كل الحاجات الايجابيه فعلا حصلت في العمليه دي. عمليه يمكن فتحات قليله جدا، يعني ما عندهاش اي نوع من الترهل. خلال متابعه ما بعد يمكن 3 سنين وزن قل كويس جدا بصوره صحيه مظبوطه، ما عندهاش اي نوع من الترهل. الشعر والضوافر والجلد كله كما يجب بسبب اتباع. احنا بنسالها يمكن في الفيديو ده، احنا بنسالها، عايزين نسمع الفيديو يمكن بعد الحلقه الناس تسمعه او تتفرج عليه تاني يعني بتركيز اكتر شويه. ان هي قالت ان هي رجعت لحياتها الطبيعيه العاديه خالص، دون اسراف في السكريات، دون اسراف في عدد الوجبات. انا ممكن اعمل عمليه تكميم وبدل ما اكل 3 وجبات اكل 10 وجبات، ممكن اعمل عمليه تكميم واكل كميه سكريات كان بقى معتمد على ان المعده صغيره زي ما احنا شايفين حجم صغير، فاملاها بقى سكريات وشوكولاتات وايس كريم ومعجنات، وبالتالي زودت الكالوريز بصوره مفزعه وهتزود الوزن مره ثاني. لكن هي تبعت، هي رجعت انسانه طبيعيه. هي اكتر حاجه رجعت انسانه طبيعيه فقط. اجمل حاجه انها رجعت انسانه طبيعيه. شوفوا انا بصوا انا ذهلت، فرق رهيب بين الشكلين، بين شكلها قبل العمليه او بعد العمليه مباشره وبين بعد سنتين. مع العكس طبعا، مع الفارق انه ربما يكون في نفس السن ونفس الوزن وحد تاني وتلاقيه يعني جاي طبعا تعبان وشعره ساقط وطبعا حاله يعني اتبع النظام اللي هو المظبوط، خد الكتالوج بتاع العمليه وطبقه. ولا تعتبر ان العمليه دي تعتبر كمبيوتر في البطن خالص. انت بس احنا بنساعدك ان انت تنزل وزنك مظبوط بحيث تمشي بصوره صحيه مظبوطه طبيعيه. حتى لو اعتبرناه كمبيوتر، ما الكمبيوتر لازم له صيانه. بالظبط، الكمبيوتر لازم له ادخال معلومات سليمه وعدم الدخول في متاهه الفيروسات. العمليه كده سعادتك ما تدخلش العمليه في متاهات،
ما تتحداش العمليه، ما تتحايلش حوالين، ما تبقاش محتال. مريض محتال اه طبعا في مريض محتال، هو المريض لما نقول له ما تاكلش سكريات هو ياكلها من في الدره، لما يغصب على نفسه وياخد ويرجع وياكل تاني ويرجع، ما هو عمال يشد على العمليه ويقول لك اما اشوفها شغاله ولا مش شغاله. ده كلام، ده كلام، خلينا بالعقل يا جماعه. احنا خلاص انت مش حاسس بالجوع، عمليه خطط معاك خطوه انت عمرك ما عشتها انك مش حاسس بالجوع. عارف في فيلم اكس لارج احمد حلمي قال لك انا مش جعان؟ لا ده ما قالهاش كده، ده وقف في وسط انا مش جعان، انا مش جعان، انا مش جعان. ده صحيح. احساس كان بالنسبه له يعني احساس مستحيل، هو دايما حاسس بالجوع. لا شلنا الفندس بتاع الاستومك قبه المعده، فشلنا هرمون الجريلين، فبقى كده بقى انت مش جعان، تقوم تاكل وانت مش جعان. خليك عقلان. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة مستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. نورت. شكرا. مستمرين في الدكتور، خليكم أنتوا بس معنا.